ما شاء الله لا اله الا الله يوم التصويت العام سيكون بمثابة يوم التصويت الخاص بنفس الآلية ونفس العمل ونفس الخطة الأمنية ولا يوجد أي من التجوال أو أي تحديد لحركات وحرية المواطنين هل هناك يعني حرية لقوات الشرطة في العملية الانتخابية يعني هناك باختيار لمن يريدونهم يمثلهم في البرلمان القادم بالتأكيد المنتسب حر باختيار من يشاء كذلك المواطن يوم التصويت العام حر باختيار من يشاء ويمثله في مجلس النواب عام عام 2021 ان شاء الله هل هناك يعني رايت يعني مثلا مشاركه واسعه بالنسبه لافراد الشرطه في محافظه نينوى؟ بالتاكيد القوات الامنيه العامله في محافظه نينوى كافه القوات الامنيه شاركت مشاركه واسعه وفعاله وكذلك نطلب من الاخوه المواطنين الاعزاء يوم الاقتراع العام المشاركه في كثافه في العمليه الانتخابيه وهم حر من يختارونه ان شاء الله. الحمد لله الامور تسير على ما يرام. الرغبه موجوده لدى الاجهزه الامنيه في في الانتخاب. المفوضيه متعاونين مع الاجهزه الامنيه. عدد المحطات اللي موجودة في كل مركز انتخابي جيدة قد تكون جيدة يعني بحيث نستطيع الناس كلها اللي موجودة جاي تنتخب العرس انتخابي بالفعل نقول عرس انتخاب الانتخابات أتمنى من الله العلي القدير أن يوفق العراق والعراقيين وإن شاء الله الأمن مستتب المراكز الانتخابية سواء كانت الخاص او العام مؤمنه بشكل جيد من قبل الاجهزه الامنيه كافه والامور تمشي على ما يرام وان شاء الله مع نهايه الفتره المحدده إن من المراجعه ان شاء الله القسم الكل او القسم الاكبر ان شاء الله ينتخبون يعني هنالك هل هنالك توزيع كان من قبلكم لافراد الجيش العراقي المتواجدين في محافظه نينوى يعني هل هنالك نواجه مشاكل مثلا الذي هنالك اسمه خطا او في مركز اخر يخرج يعني ما هي الحلول هل شكلتم غرفه عمليات مع المفوضيه نعم هو اكو بعض الامور البسيطه قد يكون نفس الوحده طالع لها مركز قريب عليها ومركز بعيد عليها لكن الحمد لله احنا وفرنا كل السبل والاليات اللي تمكن المقاتل من الانتخاب بحريه. العمل يجري بكل سلاسه وعمل جيد من خلال الناخبين وايضا الاجهزه المستخدمه لم يتم رصد اي حاله سلبيه او عطل في الاجهزه وان كانت هذه الحالات فهناك لجان موجوده في كل مركز اقتراع لجان صيانه من الجامعه والاتصالات وايضا من المفوضيه. اليوم نشهد هذا العرس للتصويت الخاص إن شاء الله نرى هذا المشهد والعدد اللي موجود في عشرة عشرة واحد وعشرين المراكز الانتخابية بالنسبة لقوات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية كم هي؟ تم تخصيص 38 مركز اقتراع في عموم محافظة نينوى للقوات الأمنية في كافة مسمياتها الدفاع والداخلية في عموم محافظة نينوى وأيضا 182 محطة ومسجل لدينا 75 ألف منتسب ليدلون بأصواتهم والمشاركة ستكون فقط بالبطاقة البيومترية يتم سحبها بعد الاقتراع على ان يتم ارجاعها او استلامها من قبل الناخب بعد الانتخابات. يعني يعني الجندي اذا يروح يعني يصوت يسحب يتم سحبها واعطائه وصل رسمي على امل ان يتم ارجاعها له او هو يراجع حتى يسحبها بعد الانتخابات. طيب يعني السؤال الاخر يعني ترى انه الانتخابات او التصويت يعني هناك حريه في الاختيار لو هناك تثقيف داخل المراكز الانتخابيه اليوم من خلال عين المصلي وعين الاعلام وايضا مراقبين المحليين الموجودين داخل المراكز لا يوجد اي حاله للتثقيف واذا ثبت ذلك يتم يعني تثبيت ذلك لدى المفوضيه ويتم معاقبه الشخص الذي يخترق هذه التعليمات لا يوجد هناك تثقيف المواطن لديه الحريه باختياره والصوت الذي يدلي به صوت مؤمن صوت سري لا يمكن معرفته من قبل أي شخص كان حتى المفوضية هناك لجان تعلم افراد الشرطه وافراد الجيش على كيفيه التصويت؟ لا يوجد وممكن انه تشاهدون العمليه عن كثب وعن قرب داخل المراكز الاقتراع جميعها، لا يوجد هناك تثقيف المفوضيه والجهاز الامني والغرفه العمليات اللي تم تشكيلها لا يوجد هناك اي تثقيف، اليوم الجميع هم في خندق واحد من اجل انجاح عمليه الاقتراع للبرلمان العراقي 21 عملية التصويت الخاص تجري بشكل انسيابي وسهل منذ انطلاق الساعات الاولى لبدء الاقتراع الخاص هناك اعداد كبيره من ضباط ومنتسبي قياده شرطه محافظه نينوى اتت الى مراكز الاقتراع مع اخوانهم من الجيش العراقي وبقيه الاجهزه الامنيه الاخرى اتت وبشكل انسيابي وسهل الى مراكز الاقتراع لكي يشاركوا في الادلاء باصواتهم لاختيار من يمثلهم في قبه البرلمان العراقي وحقيقه من خلال قناتكم الموقره ادعو جميع اهلي في عموم محافظه نينوى الى المشاركه في الانتخابات الى المشاركه في التصويت العام يوم الاحد القادم اخوتي واهلي وناسي في عموم محافظه نينوى ادعوكم ان لا تضيعوا اصواتكم شاركوا شاركوا في الانتخابات اخوانكم في عموم محافظه نينوى ومن مختلف القوات الامنيه تقوم بواجبها على اكمل وجه في تامين الحمايه